لانا أطماجة فنانة تشكيلية من حلب مواليد عام 1997. أحبت الرسم منذ طفولتها في السنة الرابعة من عمرها. اكتشف والداها وأستاذها إبداعها الفني وعملوا على دعمها ورعايتها بتأمين الألوان والأوراق الخاصة بالرسم. حاولت إتقان جميع المدارس التشكيلية إلى أن استقرت على رسم البورتريه الذي يظهر تفاصيل الوجه، وتطور إتقانها للرسم في إظهار التفاصيل الجمالية عبر لوحاتها وكأنها حقيقية. وتعتبر لوحات البورتريه في المقام الأول في عالم الرسم من خلال اللوحات التي تمثلها في تخليد ذكرى زعماء العالم وأعلام الفن والثقافة والأقوياء والأغنياء وغيرهم. شاركت في عدة معارض مشتركة وفردية، وكان أولها عام 2015، وتم تكريمها عدة مرات في عدة محافل ومناسبات. عرفينا عن حالك وكيف كانت بداياتك؟ أنا لانا أطماجة من حلب، عمري 25 سنة. عشقت الفن والرسم من الطفولة. الرسم بالنسبة لي هو الحب والعشق والشغف. أهلي كانوا دايماً ينتبهوا، وأساتذتي بالمدرسة، إنه هاي البنت في عندها شيء مميز ورسمة أكبر من عمرها دوناً عن غيرها. قدرت مع الوقت إنه أنا أطور موهبتي، أقضي وقت كثير طويل بالرسم، أدور بدفاتري على صفحات فاضية أرسم عليها أو على حيطان البيت والمدرسة أو ورا الخزانة بغرفتي. حتى بتذكر بعمر كانت يمكن 11 أو 12 فتت دورة رسم مع طلاب جامعة خريجين، كان حصراً لطلاب الجامعة، بس لأنه شافوا أنه في عندي شيء من مستوى عمرهم فقدرت أني أدخل على هاي الدورة، حتى علاماتي كانت أعلى منهم كلياتهم. شو هي الأدوات والمواد اللي استخدمتيها؟ جربت بكل الخامات وكل التقنيات. الفنان لأنه لازم يجرب كل شيء لحتى يلاقي حاله هو وين أشطر شيء. بلشت أول شيء بالقلم الرصاص، أرسم أوتلاين، طبيعة صامتة وهيك. بعدين صرت أدخل بالتظليل، شوي شوي بلشت بالألوان. هلأ بالألوان والخشب تحديداً عندي طريقة كتير خاصة فيني، لأنه أنا من كتر ما جربت من دون أساتذة أو أفتح على النت أو على اليوتيوب قدرت ألاقي طريقة خاصة فيني أنا. بس دايماً بيكون أقرب شيء لقلبي هو الزيتي، فيه متعة مي محدودة، بس رسمت بالزيتي بتصير كتير صعب علي ارجع احول لتقنية تانية. في متعة كتير حلوة بخلط الالوان، بحس حالي سافرت لمكان كتير بعيد، كله حرية ما فيه قيود. هل رسمك بيختص بس بالبورتري؟ انا رسمي ما بيختص بس على البورتري قد ما بيختص بالتفاصيل. بحاول دايماً أني أنا أنقي الشخصية أو الرسمة على أساس أنه أقدر أطلع فيها أقدر قدر ممكن من التفاصيل. مثلاً إذا شاب أنه تكون دقنه طويلة أقدر أرسمها شعرة شعرة، وإذا بنت ألبسة عقد مجوهرات أو تياب فيها كتير تفاصيل أقدر أنه أبينها. بحب لما الشخص يشوف اللوحة يقدر يميز بين الخامات، أعطيه إحساس أنه هذا جلد، هذا فرو، هذا شعر، هذا وبر، هذا حديد. مؤخراً كمان صرت أرسم الحيوانات لأنه فروهم كتير بيختلف عن بعضهم، ممكن بحيوان واحد تلاقي كذا نوع من الفرو والشعر، وأنا بحب أني أبين هدول التفاصيل كلياتها بالرسم. هل شاركتي بمعارض فردية أو جماعية؟ شاركت بكتير معارض، كل معرض كان له تجربة خاصة ومميزة فيه.
أول معرض فردي كان بجامعة حلب، وتاني معرض كان بصالة سانجريا، كان كتير معرض مميز. ثالث معرض كان عن لوحات الكريسماس ميلاد المسيح. كان الغرض دائماً من هدول المعارض أنه أنا أترك بصمة خاصة لألي للجمهور، وكانت صلة وصل قوية وحلوة بيني وبين الناس. ليش اخترتي البورتري حصراً؟ الفنان ما بيوقف على أسلوب واحد، لازم يجرب كل المدارس لحتى هو بعدين يختار شو بيحب وشو بيناسبه. أنا بالنسبة لي اخترت البورتري الواقعي، لقيت حالي فيه، هو كله تفاصيل، وأنا حدا بيعشق التفاصيل باللوحات، ورسم البورتريه دايماً أصعب الشيء، يعني بقدر برسم بورتريه بقدر يرسم أي شيء تاني. هاد ما يعني الطبيعة الصامتة ما أنا مهمة، بالعكس كتير مهمة وفادتني، بس أنا بلاقي حالي بالتفاصيل ولوحتي دايماً قائمة على التفاصيل. أهمية السوشيال ميديا بالنسبة لك كفنانة؟ اليوم السوشيال ميديا صارت جزء ما بيتجزأ من حياتنا، عم نقضي معظم وقتنا فيه. ممكن أي حدا وهو قاعد بالبيت يقدر إن هو يوصل موهبته، ما ضروري تكون رسم شو ما كانت تكون، لكل العالم. أنا شخصياً عن طريق الإنستغرام قدرت إني أوصل لوحاتي لناس مشاهير كتير، مثل الأستاذ جورج والصوف والأستاذ الله يرحمه صباح فخري، وفي بابا أدريس ممثل بالحفرة، كتير أبدو إعجابهم فيها وكان في تواصل كتير حلو، وقدرت إني أشوف الأستاذ جورج والصوف والأستاذ صباح فخري كلياته عن طريق النت. شو هي أهم اللوحات والشخصيات اللي رسم فيها؟ هنن كذا لوحة، مو لوحة وحدة، بيناتهم لوحة السيدة الأولى أخذت مني شغل 4 شهور وأخذت صدى كتير كتير كبير. في لوحة الأستاذ جورج والصوف وابنه الله يرحمه كتير أثرت فيني، كمان أخذت صدى كتير كبير، قدروا إنه يتواصلوا معي هو وأهله وإخواته. وفي لوحة بابا أدريس تبع مسلسل الحفرة، لليوم أنا ما شفت حالي إني قدرت أرسم لوحة بنفس الدقة والتفاصيل اللي رسمتها فيها. احكي لنا عن طموحك وهدفك، وهل أنت راضية عن نفسك؟ طموحي أوصل للعالمية، وصلت لمرحلة كتير منيحة، بس نوعاً ما راضية عنها، بس لسه بطمح لأكثر من هيك. وطموحي إني أقدر أساعد كل حدا إنه هو يرسم ويطور موهبته، مثل ما أنا بصغري قدروا أهلي إنه هنن يساعدوني، إني أقدر أساعد كمان العالم اللي ما أجتهم فرصة مثلي.